السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في فيديو جديدة على قناتي وقناتكم نكهة مغربية. وقبل ما نبدأ في الفيديو ديال اليوم بغيت نقول لكم آسفة جدا لأني مازال ما جاوبتش على الأسئلة ديالكم والتعليق ديالكم اللي خليتوا لي في آخر فيديوهات نزلت في القناة، ولكن دابا إن شاء الله أنا رجعت ونحاول نرجع نجاوب على أكبر عدد ممكن تعليق والتساؤلات ديالكم. ودابا غادي ندوزوا على بركة الله في الوصفة ديال اليوم اللي هي غادي تكون المريقة ديال الدجاج بالبصلة والفلفلة مشوية. فهاد المريقة تتجي مختلفة بنينة وزوينة، المريقة ديالها خاترة وملبية ومختلفة شوية على المعتاد. نتمناكم تجربوها وتعجبكم كيف تتعجبكم جبنا حنا. غادي نحتاج اول حاجه طريفات ديال الدجاج على حسب عدد افراد الاسره، وفلفل مشويه. انا هنا درت جوج حبات فلفل اخضر وحبه واحده فلفل احمر، ولكن من بعد غادي نقص شي شويه ديال الفلفله باش نزيدها مع السلطه. جوج بصلات متوسطين مقطعين بحال هكا جوانح، شويه ديال المطيشه وشويه ديال الزيتون الاحمر، ومعدنوس مقطع. من الاحسن يكون غير معدنوس بوحدو بلا قزبور، وشويه ديال السكينجبير، البزار، وحتى الخرقوم. انا نسيت ما نزلتوش هنا ولكن غادي نزيدو من بعد. شويه الملح بطبيعه الحال، وواحد جوج دريسات ديال الثومه محكوكين، وطريف ديال الحامض مصير، وشويه ديال زيت الزيتون اللي غادي نصبو به. اول حاجه انا غادي نصب في الطنجره، ما غاديش نصب في الكوكوط لانني ما غاديش نسدها. الا ما كانتش متوفره عندكم الطنجره فيمكن لكم تخدموا الكوكوط عادي غير ما تسدوهاش، او بكل سهوله تستعملوا الطاجين حتى هو تيجي فيه زوين. غير انا تنبغي نديرها في الطنجره باش نخلي المريقه تكون زايده شويه. غادي نحط طريفات ديال الدجاج وغادي نزيد عليهم شويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه، وغادي نحاول نقلي ديك الطريفات ديال الدجاج مزيان في هذاك الزيت. من الاحسن ندير الغطايه ديال الطنجره ونخليه يتقلى مزيان حتى تخرج لنا ديك الريحه ديال الدجاج مقليه. هكا الدجاج غادي يجي بنين اكثر، ما غاديش تبقى فيه زفوريه وغادي يجي فيه ريحه التحمر. ومن الاحسن نشحرو غير بوحدو في الزيت، ما نديروش العطريه باش ما تحرقش لينا وتبدل المذاق ديالها. منين تشحروا لنا ديك الطريفات ديال الدجاج مزيان، دابا غادي نزيد البصيله ونزيد الثومه، السكينجبير والبزار والخرقوم. غادي ندير شويه ديال الماء، ما نكثرش الماء بزاف لان البصله غادي تطلق لنا الماء من بعد هي والدجاج. صافي غادي نسد الطنجره ونخلي الدجاج حتى يدخلوا الطياب مزيان. دابا تقريبا راه الدجاج طاب، غادي نزيد ديك الطريفات ديال الحامض والفلفله مشويه. نحاول الفلفله منين نشويها ما نخليهاش حتى تطيب مزيان وما نعرقهاش، غير نشويها وننقيها في ساعتها باش ما تعرقش وتنزل الفلفله، لان مازال تبعها الطياب في الطنجره خاصها تبقى شاده في راسها. صافي وغادي نزيد المعدنوس مقطع من الفوق. صافي غادي نخلي الفلفله تطيب وغادي ندوز نصايب السلطه اللي غادي نحتاج ليها. مطيشه منقيه ومقطعه بحال هكا صغيره، شويه ديال البصله مشلضه وفلفله مشويه حتى هي مقطعه صغيره، شويه ديال الكبار اللي ما تيعرفش الكبار فهو هذا. غادي نزيد ليها المعدنوس مقطع، من الاحسن يكون المعدنوس بوحدو ما يكونش مخلط مع القزبور، وطريف ديال الحامض مصير مقطع رقيوق بحال هكا اللب مع الجلده ديالها. وغادي نتبلها بشويه ديال الكمون وشويه ديال البزار، غير هو الكمون غادي يكون شويه زايد على البزار، وشويه ديال الزيت البلديه والحامض، من الاحسن نكثر شي شويه الحامض. هاد السلطه المعروفه في نواحي عده، سلطه المسفيويه، لان غادي نديروها بالكبار والكبار معروف بزاف ديك المنطقه، تجي زوينه بزاف نتمناكم تجربوها حتى هي، فما تفلتوش هاد السلطه. صافي غادي نخلط العناصر كلها ونخليها على جنب. بالنسبه للسلطه الثانيه فغادي ناخذ غير الخس مقطع وغادي نزيد عليه واحد معلقه كبيره ديال سنيده، ونعصر عليه واحد شويه ديال الليمون. من الاحسن الليمون اللي نعصر عليه يكون حامض شي شويه، اولا المندالين. الا ما كانش عندنا الليمون اللي حامض شي شويه فنستعملوا الحامض، ناخذ غير الحامضه العاديه نقطعوها ونعصروها مكان الليمون. بالنسبه للتحرك ديال الطنجره فما بغيتش ديك البصله تهرس بزاف وتختر ليا المرق والذوب، داكشي علاش في التحرك ما غاديش نستعمل معلقه نحرك بها، وانما غادي نهز غير الطنجره هكا بين يدي باش تبقى البصله باينه
وما تختخش ليا المرقه. صافي دابا هالمرقه ديالنا غادي تكون وجدات، غادي تكون مقاتلة غير واحد دقيقه ولا جوج. هذا هو الجهد اللي غادي نزيد لها فيه الزيتون وطريفات ديال المطيشه. انا خديت ديك المطيشه صغيره قطعتها على جوج لانها ما تحتاجش الوقت بزاف. الا كنا غادي نستعملوا المطيشه الاخرى العاديه اللي كبيره، فمن الاحسن نقسموها قطع كبيره ونزيدوها مع الفلفله. صافي غادي نخليها تغلى واحد جوج دقائق وغادي تكون واجده. وهذا هو الشكل ديال المريقه ديالنا قبل ما نحطها في الطبسيل، وهذو هما السلطات. انا هنا راه صبيت المرقه في هذا الطبسيل ومن بعد ما عجبنيش ورديته في الطبسيل البيض العادي. فقط توضيح بالنسبه للناس اللي غادي يتسائلوا على الطبسيل مبدل. تتجي رائعه هذه المرقه. انا جاتني الضحكه لان كل مره تنقول لكم هذه رائعه، ولكن فعلا داكشي اللي كاين. نتمنىكم تجربوها وتعجبكم كيف تتعجبنا حنا. وهكذا الفيديو ديال اليوم غادي يكون سهل. نقول لكم شكرا ولهلا يخطيكم عليا، ونتمنى نلقاكم في فيديو جديد في القريب ان شاء الله. خليتكم على خير، شكرا وبسلامه.